ايه بقى الهدوم اللي انت لابساها دي؟ لبس العيد. طب اطلع غير الفستان. ماله جسمي يا راجل يهطل ومالها صحتي؟ ده انا فارسة وعزة جلال الله فارسة. انا كنت حاسة الفار كان بيلعب في عبي. فين هو؟ ايه الفار؟ ايه ده؟ اشوف الفار بس. دي جي ابو عبير ريماكس. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين وفيديو جديد معانا كوميدي وتحدي الضحك. وزي كل فيديو في تحدي الضحك بجيب لكم مقاطع مضحكه او مقاطع غريبه من مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك والحاجات دي كلها. ونبتدي مع بعض باول موقف معانا. اول مقطع معانا هنشوفه. شوفوا بقى الشويه اللي الثلاث شباب دول بيجيبوا كوره. المفروض ان هم شوفوا منزلين سحابهم ازاي، ماسكينه من طرف رجله ومنزلين الراجل ده لو نزل في الميه مش طالع. شوفوا بقى هيمسك الكوره بقى ايه، خلاص مسكها. الراجل عمل اللي ما حصلش، جاب الكوره جه يحدفها، حدفها بعيد. روحوا بلبطوا بقى في قلب الميه عشان تجيبوا الكوره. نشوف المقطع اللي بعديه. شوفوا بقى المقطع ده يا جماعه، المفروض الكتيبه دي كلها تتحبس بسببه. واخدين بالكم العساكر في الخدمه او في السكن مش عارف، ولا في الكامب اللي بيقعدوا فيه ده، شايفين بيعملوا ايه؟ عاملين بيرقصوا. العساكر دي في قلب الجيش جوه عماله بترقص في مكان الخدمه. دولي لو القائد عرف مش يدورهم مكتب، ده هيعمل بيهم مكتب. نخش على المقطع اللي بعديه. شوفوا بقى الاخ دوت كان ماشي بالصينيه، كعب الراجل وراه ولا مش عارف لخبطه، راح كب اللبن وراح متزحلق في اللبن. نشوفه كمان مره عشان مقطع سريع. شوفوا ماشي، لبن اتكب نزل لبس بدماغه في قلب البلاط. نشوف المقطع اللي بعديه. شوفوا بقى دي بتعمل مقلب في جوزها. بصوا بتعمل ايه، يعني هو مش مقلب، هو الى حد ما فضيحه. عارفه ان هو بيطلع اصواته وهو نايم. بص محطة المايك طلع صوت فظيع، يعني بيتهيألي الصوت ده سمع الشارع كله. نسمعه كمان مره من غير هو ما يحس. حطيت له المايك. سامعين الصوت عمل ازاي؟ هو نفسه اتخض من الصوت بتاعه. نخش على المقطع اللي بعديه. الأرخ ده بقى عاوز يضرب صاروخ. شوفوا بقى عمل ايه؟ المفروض ان الصاروخ يفرقع في قلب العلبة الألمونيا اللي هو حطها دي. نكتشف ان هو رمى الولاعة في العلبة دي وحط الصاروخ اللي هو ولعه في بقه. يعني على اساس ان هو ولع حط الولاعة في بقه وطلع يجري. اتاري هو ما حطش الولاعة، هو حط الصاروخ. نشوفه كمان مرة. شوف اهو رمى اهو، عمل اهو، خد الصاروخ ودخل بيه جوه. فرقع في وشه. غبي. نخش على المقطع اللي بعديه. الاساتذه دول بقى بيشيلوا شاشه. شايفين شالوها ازاي؟ هما شالوها شيله مش هتشتغل بعديها خالص. طلع يجري ورايا يضرب. ولا انت لو وقعت الشاشه؟ طب انتوا الاثنين اغبياء وقعتوا الشاشه مع بعض. نخش على المقطع اللي بعديه. ايوه ماله جسمي. جسمي يا راجل يهطل. الصراحه انت مزح، مش محتاجه تقولي الكلام ده خالص. شفتوا بقى دي الفيديوهات العبيطه اللي بقول لكم عليها، اللي فرحانه بنفسها واللي تقول لك اه يا جسمي، واللي تقول لك انا مش عارف مش رايحه فين ولا جايه منين. يا جماعه دي فيديوهات بتجيب ورا، دي فيديوهات بتقلل من قيمه الشخص نفسه. احنا بنوريها لكم دلوقتي، بنظهرها عشان خاطر يعني تشوفوا الناس دي عامله ازاي، الناس دي بتظهر ازاي، شكلها عامل ازاي.
نخش على اللي بعدين. فيديو تاني زي اللي قبل منه. ايوه. ايه بقى الهدوم اللي انت لابساها دي؟ لبس الهدوم دي. طب بتطلع غير الفستان. هو لبس العيد لازم يبقى قلع. هو في ايه يا جدعان؟ هو ايه اللي داين؟ خل ده لبس وريه فرح مش هيبقى كده. هو كل طقم عيد هيبقى بالمنظر ده؟ ده الناس هتتخانق مع بعضيها بقى. نخش على اللي بعديه، سيبك من لبس العيد، ده شكلها بتلبس من غير هدوم. التوأم التافه بقى. امي بتقول لي ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. عايز ايه يعني زبيب؟ هاتي وشك. انت مش عايز زبيب. انت عايز برتمان ترشي يغرب بيت هزارك. نخش على الفيديو اللي بعديه. بص بقى الاخ ده بيقول ايه؟ انا كنت حاسه الفار كان بيلعب في عدي. فين؟ هو ايه؟ الفار. ايه ده؟ اشوف الفار. ايوه طلعي الفار لو سمحت. طب اجيب الفار. طب نخش ندور مع الفار. بس طيب. مش بس قوي عشان الفار ما يزعلش. كده الفيديو خلص. يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا وضحكتوا معانا، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش يا جماعه دعمكم لينا، اشتركوا معانا، فعلوا جرس الاشعارات، اعملوا لنا لايك واكتبوا لنا تعليق.